السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. جيت باش ندير معكم واحد الساك اخر وشكيل اخر تحت طلب ديال بزاف ديال الصديقات، بغاو سيكل اللي هما يكونوا سهلين وعمليين. هاد السويك هذا سهل، غير تابعوني حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش كيتخيط، لان ما فيش بزاف ديال التعقيدات وما فيش السنسله. هذه اول حاجه، لان طلبوني بغاو بلا سنسله. بالنسبه لهاد الساك غادي نحتاجوا ليه واحد القطعه ديال الثوب اللي فيها 85 في الطول ديالها على 40 على هذا الشكل. المهم بالنسبه للثوب تختاروا الشكل اللي بغيتو. انا عندي هاد القطعه هذه، قلت نوريكم فيها. وكاينه الدوبلور ديالها على هذا الشكل هذا، اللي تا هو فيه 85 على 40 في العرض ديالها. وراني صايبت ليها هاد الصديفه هذه اللي غادي نشارك معكم كيفاش صايبتها مع السيد اللي مشيت عنده انه صايبها ليا. هي راه تقدروا تصايبوها غير يوسكم في الدار، انا غنوريكم مراحل ديال التركيب ديالها، ورا نتوما تقدروا تصايبوها ريوسكم. بالنسبه للصديفه راه دايره بحال هكذا، هي ديال العيار، ها هي على هذا الشكل هذا، كتكون بحال هكذا. وعندها هاد جوج ديال الجويهات اللي كيداروا من الجهه اللورانيه ديال هاد الصديفه باش ما تتقطعش الثوب على هاد الشكل هذا. انا غادي نوريكم في الفيديو كيفاش صايبها لنا السيد. وعندنا هاد الجويب هذا، هاد الجويب هذا على هاد الشكل. انا راه ديجا خيطتو غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، كيكون هو على هاد الشكل هذا. قطعه اللي هي طويله كيكون فيها 40 على 28 او لا 26 27 40 في الجهه الدوره كامله فيها 40، ومن هنا لهنا فيها 28 او لا 27 على حسب. المهم الجيب على حسب الكبر اللي بغيتو، بغيتوه كبير بغيتوه طويل بغيتوه زعما صغير، اللي الجيب ماشي مشكل، يعني العبار اللي بغيتو ديرو في الجيب ديروه. بالنسبه ليا انا درت هذا 40 على 28 صافي. كنشدو خيطتو من الجناب كما وريتكم، ها هو راه مخيط من هنا سنتيم سنتيم. وبالنسبه لديك القطعه راني غير زينت بها، لا بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش. كتخيطو سنتيم من هنا، كتخليو واحد المسافه بحال هكا باش نقلبو بها، تخيطو عاوتاني من هنا، وكنقلبو الجيب ديالنا على هذا الشكل هذا. تيجي مدوبل، ما تيجيش فيه غير قطعه وحده، والخياطه ما كتبانش لداخل، تجي مفيني. هذا الشيء اللي كاين دابا. هذا الجيب هذا راه غنركبوه هكذايا، غنركبوه على هذا الشكل زعما، نخيطوه من هذه الجهه ديال هاد البلاصه اللي محلوله باش نكملوا الخياطه ديال هاد القطعه هادي. انا راني درتها غير للتزيين صافي، وكنخيطوها بحال هكذا، وغنحطوها على هاد القطعه هادي من الجهه اللي كتسد هاد الصديفه هادي. نشدو الوسط ديال هاد القطعه ونحطو الجيب ديالنا على هاد الشكل، ولكن خاصنا نخيطو هاد البلاصه هادي ضروري نخيطو هاد، ندوزو الخياطه هنا من هنا من الراس حتى للراس، وغادي نحطوها في الوسط ديال هاد القطعه هادي قبل ما نجمعوها، وغنخيطو على هاد الشكل هذا. غنخليو هاد البلاصه محلوله باش نديرو فيها نديروها على شكل جيب. المهم غادي نخيطو هادي مع هادي على هاد الشكل. المهم انا غادي نمشي لما وكاينه قطعه اخرى، هاد القطعه هادو ديال سميطات. انا درت فيهم هنا 70 على 8 سنتيم، وراني مخيطاهم سمطه كما وريتكم في الحلقه اللي فاتت. رجعوا للساك اللي فات، راني وريتكم كيفاش كنحصلوا على هاد السميطات هادو. الا بغيتهم عراض من هنا من هادي راه ممكن ديروهم عراض، انا بغيتهم على قد هاد القياس، درتهم فيهم 70 على 8 او على 10 على حسب العرض اللي بغيتو نتوما. انا غادي نمشي للماكينه
غنخيط هاد الجويب ديالي من هنايا، نركبو هذا مع هذا هو الاول، عاد غادي نحطو القطعه ديالنا على هاد الشكل هذا، وغادي نخيطوها من هنا وغنخيطوها من هنا، ومن بعد منين نخيطوها غادي نشدو هاد الجويهات هادو مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا بحال هكذا، وغادي نخيطوها كذلك من هنا سنتيم. بالنسبه لهاد القطعه هادي، هاد القطعه هادي كنشدو الوسط ديالها على هاد الشكل بحال هكذا، كنشدو الوسط ديالها كنعلموه واحد الفنيته، نعلمو الجهه الاخرى حتى هي بفنيته، وكنطراسيو هذا الوسط هذا واحد القلم على هذا الشكل هذا، نطراسيو على هذا الشكل هذا بقلم، نحيدو هاد الفنيتات، كنجيو كنطويو هذا الوسط كنعبروا من هاد البلاصه اللي مسدوده اللي عبرنا فيها الوسط ديالنا، كنعبروا 5 سنتيم من هنا لهنا نديروا علامه، ونعبروا من هنا لهنا 5 سنتيم نديروا علامه، نصلوا هاد العلامات مع بعضياتهم بواحد الخط، انا ديجا معلماها، كنصلوا هاد العلامات وكنديروا نفس الشيء في الجهه الاخرى، ها هي انا مطراسياها، كنديرو 5 سنتيم ونطراسيو هذا الخط هذا باش يسهل علينا العمليه ديال كيفاش نطويوها. نشدو هذا الوسط اللي حنا علمنا، ها هو الوسط ديالنا، وكنشدو هاد ال 5 سنتيم اللي علمنا من هنا كنحطوها، كنخليو هاد الوسط ديالنا كنحطوه على 5 سنتيم اللي علمنا من الجهه الاخرى على هذا الشكل، كذلك من الجهه الاخرى حتى هي 5 سنتيم، وكنحطوها على العلامه اللي علمنا او الخط اللي حطينا اللي تراسينا في الاول على هذا الشكل هذا بحال هكذا، وغادي نخيطوها نصلحوها بعدا هو الاول باش تفيكس علينا مزيان، شدوها بفنيتات على هذا الشكل، وغنمشيو للماكينه غنخيطو سنتيم من هنا وغنخيطو سنتيم من هنا، نمشي نخيط هادشي ونرجع باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد. كما قلت لكم غنوريكم المراحل ديال كيفاش تركبوا هاد الصديفه هادي، المهم تابعوا هاد السيد هذا، راني مشيت لعندو للمحل ديالو، هو كيوريكم مرحله بمرحله كيفاش تصايبوا هاد الصديفه في السكن ديالكم. المهم راه كتعلموا علامه فين غتحطوا ديك الصديفه من الجهات بجوج، وكيركبها كما كتشوفوا وكتلاحظوا قدامكم راه كلشي واضح. بالنسبه لهاد السيد هذا راه كاين في سوق الصالحين، الرقم ديال المحل ديالو هو 892، سميتو حسن، كيقولوا لي حسن مول الخيط، راه كاين في سوق الصالحين، عنده جميع انواع الخيط، عنده السنسلات، عنده بزاف ديال الحويجات. المهم جيت عنده باش نسولو على هاد الصديفات هادو لقيتهم عنده، وساعدني في حقيقة باش نركب هاد الصديفة هادي وباش نصور في نفس الوقت لكم الطريقة الصحيحة باش تعرفوا كيفاش تصايبوا هاد الصديفة هادي. المهم هاد السيد هذا التعامل ديالو مزيان، كيوريكم حقيقة اي حاجة احتاجيتوها كيوريها لكم. وبالنسبة لهاد الصديفات راه عنده تما في المحل ديالو، عنده صديفات اخرين اللي كيتصايبو تا بلا ماشين بواحد الالة. المهم تابعوا هاد المرحلة اللي تيصايب، هاد الطريقة كيفاش كيصايب، راه كيدير دوك جوج ديال التقطيعات كما كتلاحظوا في الجلد، باش كيديروا من الجهه التحتانيه ديال الثوب
كما قطع في هذيك الجلد راه كيقطع حتى في الثوب، هذوك جوج ديال التقطيعات نتوما كما كتلاحظوا، وكيحط هذيك قطيع القطعه ديال الجلد راه تيحطها لتحت باش كتجي لداخل ديال الخياطه، يعني ملي كنخيطوا الصاك راه ما كتبقاش تبان هذيك الخياطه اولا هذاك القطعه ديال الجلد اللي درنا، كتجي على هذه الطريقه وكتسدوا هذوك الا جاوكم قاصحين ديروهم بالبانس كما كان السيد نيت، الا جاوكم قاصحين باش تعوجوهم هكاك بيديكم ديروا البانس، وهكذا كان تكون طريقه سهله وهك زعما دغيا دغيا كتصايب، تقدروا تصايبوها بوحدكم. احنا بعد ما خيطنا هاد القطع هادو هانتوما جيت ها هو مخيطنا من داخل، يعني في الجهه اللي فيها هاد اللي كيتسدوا بحال هكذا كما وريتكم، خيطنا سنتيم من هنا سنتيم من هنا، وخيطنا هاد البلاصه هادي كما وريتكم، وخيطت هاد الساك حتى هو ها هو، درنا سنتيم من هنا سنتيم من هنايا، وخيطنا هاد اليدين ديال او السميطات ديال الساك على هاد الشكل، يعني شدينا الوسط ديال الساك ديالنا وحسبنا من الوسط 6 سنتيم 6 سنتيم، وحطينا هاد اليدين ديالنا او السميطات ديالنا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نقلب معكم هاد الساك على هاد الشكل، على هاد الشكل كيجي بحال هكا، يجي على مثلث بحال هكذايا، ونقلب الجهه الاخرى كذلك هاهي، كيجي الساك ديالنا على هذا الشكل هذا، كيجي هكذا من الجهه التحتانيه راه كيجي بحال هكا. دابا شنو غادي نديرو؟ السميطه ديالنا حنا ركبناهم هنايا وهنايا، شديناهم بخياطه من هنا وخياطه من هنا، دابا غنجيبو هاد القطعه ديالنا هادي اللي خيطنا، وغنخشيوها هكا مقلوبه لداخل كما قلت لكم، دائما يا اما خدموا بالماكينه خيطوها فينيوها بالماكينه، يا اما فينيوها باليد كما كندير انا دائما، والمهم كل واحد وفاش كيرتاح، كيعجبني الفينيسيون تكون باليد، ولكن الا بغيتو تخيطو بالماكينه راه ممكن تخيطو بالماكينه. تنشدو هاد البلاصه هادي اللي مخيطه، كنحلو هاد البلاصه اللي مخيطه من هنا بحال هكا، وكنطويو واحد سنتيم لداخل على هاد الشكل، وكنطويو فهاد البلاصه اللي مخيطه سنتيم لداخل، وكنحطوها كالعاده كما وريتكم الساك اللي فات على هاد الشكل هذا. كنجيو للجهه الاخرى حتى هي كنطويو سنتيم من هنا فهاد الجهه هادي اللي انا راني صلحتها باش تبقى هكايا مسرحه، كنطويو سنتيم، وكنجيو فهاد الجهه ديال الدوبلور حتى هي كنديروا لها بحال هكا، وكنطويو سنتيم، وكنحطوا الخياطه على الخياطه على اساس ان هاد الدوبلور هذا يكون واحد شويه داخل لداخل على 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 الثوب المزوق على هاد الشكل، واحد شويه واحد المينيم ولا دو مينيم هكاك صافي. كنشدو بفنيتات وكنكملو على هاد الاساس، يعني كنطويو سنتيم من الدوبلور وكنطويو سنتيم من الثوب الاخر، وكنحطو على هاد الشكل هذا داخل شي شويه على على الجهه اللي مزوقه، وكنبقاو غاديين بحال هكا سنتيم من هنايا وسنتيم من هنا، وكنحطوها شويه داخل لداخل. انا غادي نكمل الساك ديالي على هاد الاساس، وغادي نفينيه، يا اما غنخيطو كما قلت لكم الدوره كامله بالماكينه، يا اما تفينيوه باليد، هذا هو اللي مهم في هاد السويك ديالنا، هو ديروا زعما اللي يريحكم، ماشي ضروري ديروا
بالماكينه، ممكن تخدموا غير باليد ديالكم، راه ممكن. انت كاينين الناس اللي ما كيعرفوش الماكينه بزاف، يقدروا تسويه كيخدموا غير باليد ديالهم، كيما سولتني واحد الاخت راه ممكن تخيطها باليد. غير الخياطه ديال اليد راه كتشد شويه ديال الوقت وصافي، هذا هو اللي كاين. من احسن بنادم يتعلم الماكينه ويبدا يخيط المسائل ديالو، سويكات ومسائل كاع الحويجات اللي كنشارك معكم بحال هكا باش يجيكم ساهلين. اذا شنو غادي نديرو من بعد؟ ملي تندورو الدوره كامله نشدوها بالفنيتات، راه حنا كنفينيوها كما قلت لكم، يا اما باليد يا اما كندوروها بالماكينه. انا غنمشي نخيطها في الماكينه ونرجع لكم باش نوريكم حتى الخياطه بالماكينه كيفاش كتجي. هانتوما البنات، من بعد ما سالينا هذا هو الشكل النهائي ديال الصاك ديالنا، تيجي على هذا الشكل. هذا هو الجهه التحتانيه ديالو، وهذا هو الداخل ديالو. كيجينا هذاك الجويب، ها هو الداخل، نديرو فيه شي حويجات اللي بغينا على هذا الشكل. ونفيني يعني جا مقاد مزيان، نفيني مزيان، انا صلحتو باش يبان لكم الديزاين ديالو. هانتو ليديدات السميطه، وها هي هذيك المسده ديالو كما وريتكم، كتجي على هذا الشكل هذا. وانا راني خيطتها كما وريتكم، قلت لكم راه غنخيطها بالماكينه، انا خيطتها بالماكينه على هذا الشكل هذا. الا بغيتو تفينيوها كما قلت لكم باليد، كما كندير انا في السيكان كنفينيهم باليد، ممكن انكم تفينوهم وحتى بالخياطه هكا راه كتجي مزيانه. كنخلي واحد شويه هنايا ما بين الدبلور والثوب اللي درنا من على برا، نخلي واحد شويه هنا وكنخيطو. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه الحصه هذه تنال اعجابكم، وانكم تقدروا تطبقوا هذا الدرس هذا وهذا السويك هذا، تخرجوا به هكايا الخريجات ديالكم. والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله، ودرس جديد ان شاء الله. الى اللقاء.